السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من القناة اللي لسه ما اخترناش اسم. احنا عندنا قناة عملاق الألعاب دي الأساسية اللي احنا مسميناها من أول ما عملنا القناة دي، واحد. وفي اسم تاني اللي هو عمرو جيمرز، وفي جيم أوفر، وفي مصراوي جيمر، في أربعة. نختار أي حاجة ايه منهم، اللي اكتر اسم هيجي عليه اختيار هو اللي هيتسمى، يا اما هنسيب بقى زي ما هو. تمام. في حاجه كمان، انا دلوقتي هبتدي ادعم القنوات ازاي، يعني على قد يعني اكتر ناس متواصله معايا يعني وكويسه متابعه القناه ولايكات وكومنتات، كل فيديو هحط اساميهم تحت اسفل الفيديو في الفيديو اللي انا هعمله. يعني اي فيديو اخلصه الفيديو اللي قبليه كومنتات والناس اللي هي زبطت معايا وحمستني وكده وعاوزين حد متابعين ليهم، هحط الرابط بتاعهم اسفل الفيديو اللي بعديه. يعني اي واحد عاوز قناته ان هي يبقى فيها مشتركين هيكلمني ونشوف انظام، بس اهم حاجه انا هدعم قنوات الالعاب والقنوات اللي هي ايه كويسه، اما القنوات اللي فيها ضحك وحاجات مش تمام يعني مش هدعمها. هدعم القنوات الالعاب، قنوات الابتكار، الفوتوشوب، اي حاجه من القنوات دي، بس على حسب يعني اللي هيكلمني. هدعم القنوات دي، هدعمها في الفيديو اللي بعديه. نحط كل فيديو 3 قنوات هندعمها ان شاء الله. اكتر 3 قنوات، والفيديو اللي بعديه 3 قنوات، والفيديو اللي بعديه 3 قنوات. ونحب ان احنا ندعم بعض. تمام؟ عشان حد يشترك فيهم. اما انا مش اشترك في قنوات. انا معايا قناة تانية هشترك لكم بيها. يعني اي حد عاوز اشتراك هشترك لهم بيها. المهم عشان ما اطولش عليكم نبتدي ايه؟ بسم الله. أول حاجة عاوزين نعملها هنخش الأرض الثانية. احنا معانا طوب كتير عشان نطلع ونجيب الإيه؟ الحاجات اللي واقفة. تمام؟ كده عاوزين السيف ده إيه؟ عاوزين نشوف. احنا 21 مش عارف، هنشوف. ماشي، نروح نحطهم. انا فحرت تحت بحس ان انا ايه هاكل الحيوانات دي، بس احنا عاوزين ايه البيت ده يمكن يطلع لنا فيه ايه فراخ. ايه ده؟ انا رميت البيت تحت. ولا فرخه البوسطه. ما فيش ورا دي ولا دي. نروح نجيب لهم اكل عشان بعد كده نخش ايه الارض. ده بياكلوا ايه؟ بياكلوا اكلات. اكلوا بطيخ؟ تمام. نروح ايه؟ ناكل ايه؟ الجماييس بتاعتنا. انفو
التاني ايه؟ هو الفراخ تاني. هو واحد تاني. انزلي يا ابني، انزلي على تحت. انا هحطها. يا ابني تديلك قلب احسن. كده ايه؟ نلم الزرع ده قبل ما نخش. مش خلي. ده لسه مخلي. ها؟ مخلو؟ اصبر. عاوز ايه؟ هنام قطة مياو. المرة الجاية إن شاء الله أعرف بقى حارس المدينة بيتعمل إزاي عشان أحطه يحرس لي المدينة. يا نهار ابيض، ده البوس طول قوي. هو ايه ده؟ ده البوس. ايه ده؟ ماما ممكن اكله؟ هو بياكله يا خالو؟ طب ده بيتعمل منه حاجات كتير. زي ايه؟ بقول لك. نروح نحطهم وننام ونروح بقى ايه في الارض. ماما انا بقول اخ مياو. بس يا ملك اخ يعني ينام ويصحى مياو يبقى قطة. بس انا هعمل البيت ده. هو بره ده بسرعه. حلو المكان اللي عملته. ايه ده؟ انا فاكراها. يا ماما انا فاكراها. ده بيبقى فيه اسمه ايه ده؟ بسرعه عشان مش عارف. بيسلموا علينا يا خالو. انا افتكرت ان انا ما جبتوش. في ناس بيسلموا عليك. لا دول مش عاوزهم يسلموا عليا خالص. يا ماما ده واحد غلبان وسو كيوت وقاعد لوحده. طب خش يا جماعه انا قاعد هنا اهو. قاعد في الكرسي. تعالى عاوز يا جماعه.
حبيب صباح الخير يا ابني. بس عشان لو موتني هيوقع مني الحاجات دي. لو جبت المستوى 30 هقدر ان انا اركب السلاح تاني. سيبه خلي شويه في حاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه مين اللي بيتكلم؟ ده واحد بيشخر. ما يا ملك اسكتي. مش هجيلك عشان عيب عليك. يلا تعالى يا صاحبي عشان تشرب معايا شاي. اهو ابني بيسلم عليك. لا مش هسلم عليك حبيبي. حبيبي
بيت مامتك. فين الاخ مياو؟ هروح اجري بس النار. اللي يعرف الحاجات دي بيتعمل بيها ايه؟ دي نسيتها دي. كان بتقولها بعدين. بص انا شويه ملاك. اسكتي. كل الحاجات اللي بناخدها دي عمال بتديني مستويات، يعني المستوى دلوقتي 24. بس يا ملك ده واحد في حاجه محشوره في زور. وانت كده خلاص بره؟ يعني بره انا كده دي ماشي دي شوية كمان وأنا هنطلع. اسكتي. قولي بقى والنبي، قالوا مظبوط؟
المثل بيقول لك ابعد عن الشر وغنيه. المثل خليك مكانك، اوعى تطير. هيطير. بقول له هتيجي مش تقعد تطير. لا هيجي ويطير. ويسلم عليك كمان. اسكتي يا مريم. يا ماما مش هتنمروا كده ليه؟ يا لو انت كل اللي نسيتهم ولا انت عايزهم؟ حاسه ان الدنيا روح بسرعة عشان الموسيقى دي ما ينفعش. اوكي. انا مش عارف الحاجات دي بيتعمل بيها ايه، بس ايه، بس انت حضرتكم تعرفوني. وقبل ما اختم الحلقه، قبل ما اختم الحلقه انا كنت عاملها عشانكم. اللي عاوز ان انا ادعم القناه بتاعته هحطها الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. 3 قنوات كل حلقه، تمام؟ عشان زي ما انا بقى عاوز اعلى انتوا عاوزين تعلوا، وانتوا تدعموني برضك وايه بالكومنتات واللايكات، تمام؟ تعالى يا ملك. يلا يا مالي. تني ال اتي 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 انا انا يلا. قبل ما انا الحلقه في واحد ده كارهني كده هتعرفوه اول ما افتح الفيديو، اول ما ارفع الفيديو هتشوفوه واحد كارهني كده، ربنا يهدي عليا. يلا يلا.